السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة ديالي دائما لي لامشانيل. جيسبر ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة عن وصفة لتبييض الوجه للبشرة وتنقيتها من الشوائب ومن جميع المشاكل اللي كتواجهها البشرة سواء كانت جافة دهنية او عادية. نتمنى الوصفة تنال الاعجاب ديالكم وتفيدكم، واهم حاجة هي تسوالم البشرة ديالكم ان شاء الله. ما تنسوش تردوا عليا من ورا ما تجربوا هاد الوصفة وتكتبوا لي تعليقاتكم في خانة التعليقات. دابا غادي ندوزو الوصفة والمكونات ديال هاد الوصفة هادي. بالنسبة للمكونات غتحتاجوا القشور البيض، هاد البيض هذا هو بلدي ماشي عادي. دونك فوالا هنا خديت الكمية ديال جوج ديال البيضات بلديين وخديت القشور ديالهم ودقيتهم باليدين ديالي، ولكن نتوما ما غتستعملوهمش هكذا، غادي تطحنوهم في الخلاط الكهربائي او في الطراب الكهربائي، غادي تخلطوهم حتى يصبحوا بودرة يعني بحال دقيق، عاد توضعوهم على البشرة ديالكم. دونك فوالا. وايضا غتحتاجوا زيت الزيتون المغربي الاصيل، واحد الكمية ديال جوج معلقات كبار او صغار، الكمية كتبقى على حسب الرغبة. وايضا غتحتاجوا العسل الطبيعي فوالا، يكون على هذا الشكل هذا او لا اي عسل بغيتو سواء كان حر او لا ماشي حر. من ورا ما طحنوا قشور ديال البيض سواء جوج بيضات حتى لثلاثه البيضات، غادي تصبح لكم الخليط يعني على شكل بودره. من بعد غادي تخلطوه مع الزيت وتخلطوه مع العسل، عاد توضعوه على الوجه ديالكم لمده ربع ساعه فقط، وغادي تشاهدوا النتيجه من ورا ما تغسلوا من هذا الماسك هذا ولا من هذا الوصفه هذه، للنتائج ديالها فريمون جد رائعه رائعه. انا ما عمرني ما حقيقه ما عمرني جربت البيض او لا قشور ديال البيض عفوا الوجه ديالي، ولكن مؤخرا جربت هذه الوصفه ديال القشور ديال البيض وعطاتني نتائج مذهلة واكثر من رائعه. الجميع انواع البشره كتحل جميع الانواع ولا جميع المشاكل اللي كيعانيو منها الاخوات والسيدات، فكنصحكم انكم تجربوا هذه الوصفه، خصوصا انا معها زيت الزيتون ومعها العسل اللي فريمون فريمون غادي يخلي لكم البشره ديالكم نقيه وفي واحد الحيويه. ما تنساوش مورا ما تجربوا هذه الوصفه هذه تكتبوا لي في خانه التعليقات، وما تنساوش تشتركوا في القناه، تعملوا لايك وتضغطوا على زر الجرس، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام سناب شات ولا باج اوفيسيال فيسبوك ديالي اللي جميع الروابط غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. كنبغيكم بزاف، كنحماق عليكم، نشوفكم ان شاء الله في لا بروشين فيديو.